ال 12 بقى ولا 12 برو تشتري ايه؟ ليه 12 مش 12 برو؟ ليه؟ عشان هو كل حاجه يا اسطى، بس هو بس 12 برو هو في كل حاجه في ال 12، كاميرا تليفوتو وكاميرا تي ويب. انت تستخدم الكلام ده يا اسطى؟ والله العظيم ولا انت. طب 12 ولا 12 برو؟ لو انت هترشح واحد فيهم. ليه؟ علشان البرو فقد كلمه برو بسبب الامكانيات اللي موجوده في ده. السنه دي كان ليا فيديو كده بقول فيه ما تشتريش ال 12 برو غير لو انت حد برو، لو انت برو فوتوغرافر، لو انت برو فيديوغرافر، لو انت برو يوتيوبر، حد يهمه الموضوع بشكل احترافي جدا. بعد ما اشتريت الايفون 12 وجربت الايفون 12 برو وقعدت اقارن كده ما بين الاثنين ومخمخ فيها واحده واحده، وبعد الكلام اللي انتوا سمعتوه من مراجعين تانيين كمان، مش مفروض تشتري البرو حتى لو انت برو، مش مفروض تشتري البرو خالص اصلا نقطه، لان في الحقيقه هو ما قدمش حاجه. هو موبايل ما يستاهلش ان انت تزود فلوس علشان تاخد مميزات انت مش هتستعملها، مش هتستفيد منها، والحقيقه اصلا هي مش عامله فرق. يعني على سبيل المثال دلوقتي لو دخلت على اي موقع من المواقع اللي بتبيع الايفون 12 والايفون 12 برو في مصر، النسخه ال 128 هتلاقيها هنا عامله حوالي 19000 جنيه تقريبا. دوت السعر اللي هو منتشر في اماكن ممكن تجيبه ارخص من كده شويه، بس دوت اشهر سعر معروف ليه في وقت تصوير الفيديو. لو جيت تبص على نفس المساحه اللي هي 128 برضو في الايفون 12 برو، هتلاقي ان هو عامل حوالي 26000 جنيه مصري، يعني فرق ما بين الاثنين عامل 7000 جنيه. حرفيا انت بتتكلم في حوالي 450 دولار اللي هو الثمن بتاع الايفون اس اي مثلا. يعني انت ممكن تشتري الايفون 12 وعليه الايفون اس اي وتوفر الفلوس بتاعت الفرق الزياده. فهو مبدئيا فرق سعر ما بينهم كبير جدا، مش مبرر خالص، مش منطقي ان انت تدفعه علشان تاخد ولا حاجه. تيجي بقى تسالني طب يا احمد انا حد يهمني ان انا اجيب الافضل، انا مش فارق معايا الفلوس، مش فارق معايا ان انا ادفع حبه زياده، لو هاخد حاجه احسن فعلا. وعلشان كده انا كنت بقول ان البرو للناس البرو، انا كنت شايف ان الموبايل ممكن يكون مفيد بالنسبه للناس ديت. بس بعد ما جيت ممسكت الاثنين، بعد ما جيت مقارنت الاثنين ببعض، حتى ديت هو مش بيعرف يعملها. يعني المعالج مثلا والاداء بتاع الموبايل هو هو بالظبط، مفيش اي فرق ما بين الاثنين، دوت ابل A14 ودوت ابل A14. الرام بالنسبه لي حاجه ما بتفرقش خالص في الايفون، فمش هتكلم عليها اصلا، وحاجه مش هتفرق معاك في الاستعمال. والسرعه والكلام ده كله، فالاثنين نفس السرعه بالظبط. هتتكلم على البطاريه، هتلاقي الايفون 12 بيديلك نفس البطاريه بتاعت ال 12 برو، ده اذا ما كانتش احسن شويه صغيرين. هتتكلم على الشاشه، نفس برضو مستوى الاضاءه بره، ونفس الالوان، ونفس الجوده، ونفس كل حاجه بالظبط. اختلاف بس في وضع معين، في ظروف معينه، لو انت مثلا مش بتستعمله في الشمس ومعلي البرايتنس على الاخر، ممكن ال 12 برو يبقى اعلى حاجات بسيطه، انما برضو مش الفرق اللي هو مهول يعني، او مش الفرق اللي انت هتحس بيه، لان بره في الاوت دور، في الشمس، في الضوء الجامده، هتلاقي ان الاثنين بيدوا لك ال 1200 نيتس زي بعض بالظبط. الجوانب بتاعت البرو معموله من الستانلس ستيل، والجوانب بتاعت العادي معموله من الالومنيوم. انا عن نفسي شايف بصراحه ان الستانلس ستيل السنه دي عيبه ان هو بيبصم جامد. هو طول عمره بيبصم جامد، طول عمره فيه المشكله ديت، بس السنه دي باينه اكتر زياده علشان الحواف بقت عريضه حبتين، او الجوانب بمعنى اصح بقت عريضه حبتين، فده بيخلي كل حاجه تبان عليه. انما الالومنيوم اللي موجود في الايفون 12 بتاعنا، اللي هو موجود في كل الموبايلات تقريبا الفلاجشيب، هتلاقي ان هو ما بيبصمش، ما بيعملش معاك نفس المشكله ديت. اللون الاحمر كمان معايا اللي في الايفون 12، انا بصراحه شايف ان هو احلى لون نزل السنه دي، احلى حتى من الازرق في ال 12 العادي. فانت الحاجه الوحيده اللي يقدروا يلعبوا لك عليها في نقطه ان انت مفروض تشتري البرو هي الكاميرا. تيجي تبص على الكاميرا، هتلاقي الكاميرا الاساسيه هي هي، هتلاقي الكاميرا الالترا وايد هي هي. الزياده بس ان البرو عندك حاط لك كاميرا تليفوتو علشان تعرف تعمل زوم احسن. وانا لما جيت اقارنها بشكل عملي، لقيت ان الزوم احسن في الايفون 12 برضه، لان الايفون 12 بياخد الصوره بالكاميرا الاساسيه ويعمل لها كروب، فبيطلع صوره تفاصيلها احسن، والصوره عموما بتبقى مريحه بالنسبه لك اكتر. فال 12 برو بيعرف يعمل زوم اكتر، بس ال 12 بيعرف يعمل زوم احسن لحد اللي هو ال 5 اكس اللي هو الليمت بتاعه، هيفضل متفوق على البرو. ما فاضلش كده غير فرق صغير اللي هو سنسور اسمه تي او اف، دوت مسؤوليته ان هو يعرف الابعاد بتاعه الدنيا حواليك علشان تقدر مثلا تقيس حاجه تعرف طولها قد ايه، او لو بتشتري حاجه من ايكيا او اي حاجه من الحاجات دي تقدر تشوف الكرسي هيكون عامل ازاي عندك في الاوضه، وتكون المقاسات بتاعته مظبوطه، وتكون كل حاجه مظبوطه فيه. بجد انت مستعد تدفع 7000 جنيه علشان الفرق ده بس؟ ففكر فيها كده، هتلاقي ان البرو فعلا ما بيقدمش حاجه عمليه تخليك تشتريه عن ال 12. انا اشتريت الايفون 12 واشتريت كمان الايفون 12 برو، بس حصل شويه مشاكل فما وصليش، وبدلته بال 12 برو ماكس، فانا لسه مستني يوصلي علشان اشوف النسخه الجديده ديت. السنه ديت بقى البرو ماكس حصل فيه تطوير مقارنه بالبرو العادي.
فلو انت حد فعلا محترف املك هيبقى في الماكس مش هيبقى في البرو العادي، لان البرو العادي انا شايف ان هو صفقه فاشله تماما بصراحه دلوقتي، ويعتبر هو بالظبط الايفون 12. انما الايفون 12 برو ماكس يمكن التغيير اللي حصل في السنسور والتغيير اللي حصل شويه في الكاميرات دوت يبان بالتجربه العمليه قدام. فانا كلامي معظمه زي ما هو، لو انت حد عادي اشتري الايفون 12 دوت احسن موبايل علشانك، وطبعا هنصحك ان انت تجيب ال 128 مش ال 64 جيجا بايت. انما لو انت حد احترافي قوي فانا قبل كده كنت بقول لك يا تجيب البرو يا البرو ماكس، دلوقتي لا انا بقول لك اوعى تشتري البرو، لان انا جربته لقيت ان هو مش فارق في اي حاجه، واستنى بقى لما اجرب البرو ماكس هنشوف هل فعلا التغييرات اللي حصلت في المواصفات فرقت بشكل عملي ولا لا. دوت رايي انا، وتقريبا اي حد اعرفه مسك الموبايلين دول كان عنده نفس الراي بالظبط. وزي ما انت سمعتها مني فخلينا نسمعها من ناس ثانيه، حيث ان احنا نشوف اراء مختلفه. وبس كده، لو عجبك الفيديو دوت ما تنساش تعمل ثامز اب وتعمل لي سبسكرايب علشان تتفرج على كل فيديوهاتي بعد كده. وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال من AK ريفيو، استني في الفيديو الجاي. الشاشه، كواليتي الشاشه، نوع الشاشه، نفس البطارية، نفس الشاحن. ايه تاني؟ 2 جيجا رام زيادة في البرو؟ مش هتفرق في الأداء. خامات 99% تقريبا بيحطوا لهم كفر، بيحطوا سكرين بروتكتور، فانت مش هتحس بالخامات. صح. الكاميرا زيادة، خلينا واقعيين، التليفوتو هي أقل كاميرا مستعملة عند كل الناس، صح ولا لا؟ الزوم أصلا اللي بالكاميرا العادية أحسن من التليفوتو. بالظبط، أو قرب، يعني هو 2 اكس مش 5 اكس مثلا، أقول لك هيفرق، ده 2 اكس. تقرب وخلاص. الموضوع الدولبي فيجن الموجود هنا اهو، ولكن موجود 30 فريم، هناك 60 فريم، مش تفرق برضو قوي. ممكن تفرق للناس البرو قوي، بس خلينا واقعيين ان معظم الناس والبرو قوي ممكن يروح للبرو ماكس عشان الموضوع سنسور جديد. ده اللي انا هعمل كده، بس انا مش برو يعني. انا عموما عايز اجرب الكاميرا الجديده في البرو ماكس، عشان كده بعت ده ال 12 وهشتري ال 12 برو ماكس. المهم الاول 12 عادي جدا، نفس كل حاجه. فكك بقى تقول لي رام زياده ورام، والله اي كلام. انا صوتي واضح اصلا في البحر ده. غالبا ده ايفون، ايفون بيلوت اي حاجه. لا لا لا، ما ده شوت اون ايفون 12 يا ابني. الحاجات في المايك شوت اون ايفون 12، والله العظيم من اوحش الحاجات في المايك هو الايفون بجد. يعني المايك بتاع دايما من اوحش الحاجات. لان كان جايب ستوري امبارح، كان جايب صوتي انا وانا عايز صوت بيتر، ومش جايبني، عامل لي نويز كانسليشن، فاكرني نويز موبايلي، فاكرني نويز. انت الروضاء فعلا يا يا حمداوي. لا شيخ بقى، اقسم بالله ده انا بس هو 12 يا اسطى وعلى الرايق. فكك بقى 12 برو، 12 برو بس كل حاجه كده كده اندرويد وعلى الرايق.